الطالبة الأولى على التخصص إلهام سامي عبد الرحمن الدبابسي، أحمد فتحي خليل سليمان شاهين، إسماعيل محمد إسماعيل الحلقاوي، باسم رائد السلام أبو الميلات، خير الدين عبد السلام مطب المنسي، شادي عمر صالح سواقطة، عبد الرحمن شمس الدين عبد الرحمن ريحاوي، عبد الرحمن وليد منيب السيد، عبد الله إحسان محمد، عطا عبد الرحيم عطا مجدلاوي، عمران حسن فهمي جعفر، فراس نظمي حسين الصواتي، مؤيد نظمي محمود الصالح، مالك محمد عبد الله أبو عودة، محمد جعفر محمد يوسف، محمد عصام فتح الخيار، محمد مازن سالم الطين، محمد محمود محمد علي عبد الله، محمد وليد صبح القطو، مصطفى محمد مصطفى كلاب، نيادة جمال داود عقب، أنا مازن مصطفى أبو عمرة، هند سليمان محمد أبو ستة، يوسف نايف يوسف جمل، عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات. يلا يا هنا، يلا يا هنا، يلا يا هنا. طلبة كلية تكنولوجيا.